السلام عليكم، حياكم الله في المحاضرة السادسة والثالثة. معي أنا معاذ الدوسري. إن شاء الله اليوم راح نتكلم على sampling estimation، وزي ما تعرفون وتعلمنا للحين كل هالأشياء تعتبر basics وأساسيات اقتصاد العالم الجديد المبنية على البيانات. كل الشركات الكبيرة مثل جوجل، فيسبوك، وإنستغرام، حتى شركة السيارات تسلا وتيك توك يعتمد البزنس موديل حقها على قدرتها لتحليل البيانات وجودة النماذج الإحصائية حقتهم والخوارزميات في معرفة طبيعة المستهلكين وقدرتهم في التنبؤ بتصرفاتنا واحتياجاتنا. المحاضرة هذه راح تكون امتداد لمجموعة المحاضرات اللي بديناها، تكلمنا في البداية فيها على البي فاليو وتعرفنا على هي إيش البي فاليو. المحاضرة الثانية تكلمنا فيها على الستاندرد إيرور، وإن شاء الله المحاضرة هذه راح نتكلم فيها على الكونفيدنس انترفال. مراجعة سريعة للمحاضرة الماضية، بدأناها بالتمييز ما بين السامبلينج ديستريبيوشن والسامبل ديستريبيوشن، وعرفنا أن السامبلينج ديستريبيوشن عبارة عن ديستريبيوشن يظهر لنا لما ناخذ آلاف السامبلز، وبنمشي على المثال هذا. فلو عندنا population معين ما نعرف عنه أي خصائص، لو أخذنا منه آلاف السامبلز راح كل سامبل يعطينا ديستريبيوشن. لو أخذنا الأفرج لكل سامبل وأخذنا الديستريبيوشن حقهم راح يظهر لنا ديستريبيوشن له خصائص معينة ومعروفة، وسمينا هذا الديستريبيوشن sampling distribution. خصائص السامبلينج ديستريبيوشن هذه قلنا أنه هو normally distributed، ثانيا أنه الأفرج حقه أو المين يساوي المين حق البوبوليشن حتى لو ما نعرف إحنا المين of population، ثلاثة أن standard deviation حق sampling distribution يساوي population standard deviation تقسيم جذر عدد الأفراد اللي ناخذهم في كل عينة من population. ففي المثال هذا standard deviation حق population 10 تقسيم جذر 50 اللي هو عدد samples اللي كنا ناخذهم كل مرة، يطلع لنا 7.1. 10 تقسيم 7.1 يساوي 1.4 سنتيمتر اللي هو standard deviation حق sampling distribution، وسمينا هذا الرقم هو standard error. عرفنا standard error بتعريف بسيط وسهل انه هو standard deviation حق sampling distribution، وبرضو تعرفنا فيها على المعادلة الرياضية اللي نقدر نستخرج منها standard error، وقلنا أن standard error يساوي population standard deviation تقسيم جذر sample size اللي كنا ناخده كل مرة من population. وبغض النظر عن شكل distribution في population سواء كان normally distributed أو skewed زي في المثال هذا، وذكرنا أنه أشهر مثال لمتغير دائما يظهر لنا بشكل skewed هو income. income دائما في population يظهر، ما يظهر لنا بشكل normally distributed، يكون rightly skewed. regardless قلنا لو أخذنا آلاف السامبلز من البوبوليشن هذا السنترال ليميت ثيرم راح يضمن لنا إن السامبلينج ديستريبيوشن راح يكون نورمالي ديستريبيوتد، الأفرج حق السامبلينج ديستريبيوشن يساوي الأفرج حق البوبوليشن، والستاندرد ديفييشن حق السامبلينج ديستريبيوشن راح يساوي ستاندرد ديفييشن حق البوبوليشن تقسيم جذر الان. وقلنا إن السنترال ليميت ثيرم تشتغل بشرط، الشرط هذا هو providing n is large enough. how large is large enough؟ اعتبرنا عند n يساوي 25 is large enough. بعدين مشينا على example، قلنا لو أخذنا 10,000 sample كل sample of 16 students راح يظهر لنا 10,000 distribution. لو أخذنا الأفرج حقهم وحطيناهم في distribution راح يكون normally distributed. وسألنا السؤال هذا what is the probability of having a sample of dental students from their population to have means more than 170 centimeters. بعدين باستعمال معادلة الزي نقدر نحولها إلى standard normal distribution باستخدام المعادلة هذه، ولأننا نتكلم على sampling distribution فراح نستعمل standard deviation حق sampling distribution بدل population، واللي هو standard deviation of the population تقسيم جذر عدد samples اللي كنا ناخذهم كل مرة. في الحالة هذه كنا ناخذ 16، نعوض بالمعادلة طلعنا 170 تقسيم 165 يساوي 5 في البسط، المقام 10 تقسيم جذر 16 4، ف10 تقسيم 4 يساوي 2.5، 5 تقسيم 2.5 يساوي 2.
عند قيمة الاثنين probability تساوي 0.023. إيش معنات 0.023؟ معناتها إنه out of 1000 samples from the population only 23 samples will have a mean 170 centimeter or more. أو بطريقة ثانية there is 0.023 or 2.3% chance of getting a sample with a mean of more than or equal 170 centimeter. في المحاضرة هذه راح يكون تركيزنا على الـ confidence interval. وعشان نشرح ونفهم الـ confidence interval بشكل جيد راح نقدم مفهوم الـ hypothesis testing وإيش نقصد فيها. وفي نهاية المحاضرة راح نتكلم على الـ power and sample size calculations وبناخذ عليها أكثر من مثال. المحاضرة هذه راح تكون دسمة وراح نغطي فيها مفاهيم كثير، فخلونا نبدأ. زي كل المحاضرات اللي كنت فيها معكم، ليش احنا نسوي احصاء مرة ثالثة؟ نعيد انه نحاول ناخذ عينة بسيطة من population كبير ونحاول من العينة البسيطة هذه نفهم خصائص population الكبير. فالمحاضرة الماضية تكلمنا انه ما يحتاج يكون عندنا معرفة مسبقة بخصائص اي population عشان نقدر ندرسه ونكون معرفة من عينة واحدة بس، وأنه بالعشوائية اللي ناخذ فيها الأفراد بالعينة اللي راح ندرسها إن شاء الله أني قدرت أقنعكم أنه هذه العشوائية لها نمط يمكن التنبؤ فيه وتعطينا قيم قريبة جدا من قيم الحقيقة اللي نحاول نعرفها. حتى في المثال اللي أخذناه قبل شوي بس 23 عينة من 1000 عينة راح يظهر لنا فيها الأفرج أكبر من الأفرج الحقيقي بخمسة سنتيمتر، يعني الأفرج اللي راح يطلع لنا من أي عينة عشوائية ناخذها غالباً بيكون قريب جداً من الأفرج الحقيقي، وإنه الأفرج اللي قسناه من السامبل استميت very closely للأفرج حق الpopulation. لكن في مشكلة إنه كل سامبل ناخذها من الpopulation راح يعطينا قيمة مختلفة للأفرج، والمشكلة إنه إحنا ما نقدر نعرف أي قيمة فيهم هي أقرب للحقيقة. And the point estimate or the average we calculated from a sample does not provide information about the variability that emerges from different samples. The sample mean is highly likely to be close to the true population mean if the sample is large. وزي ما شفنا في المثال أن نحصل sample لأفرج حقها أكبر من the true average بخمسة سنتيمتر is very very unlikely إنه يصير. لكن المشكلة إذا قلت لك إنه الأفرج اللي أخذناه من السامبل هذا let's say 166 as a رقم لحالة does not convey any information about the sample size we took from the population or the variability in the population or even the sample. So the solution is instead of only estimating the mean or the point estimate we can also estimate an interval which we call the confidence interval. What is confidence interval? It is an interval with upper and lower values. وتكتب بالشكل هذا قوس نحط قيمة الأدنى للانترفل حقتنا بعدين فاصلة بعدين القيمة الأعلى للانترفل اللي we estimate. This range of values between the lower and upper values is intended to capture the true unknown population parameter with a certain degree of confidence. The mean or the average that we estimated from a sample is our best guess for the population mean. The question is, how good was our guess? Or how precise is our estimate? وعشان نشرح هالمفهوم ونقدر نجاوب على هذا السؤال بناخذ ديتور بسيط من مفهوم الـ confidence interval عشان نروح نشرح الـ hypothesis testing بعدين بنرجع للـ confidence interval. Let's say إنه إحنا جالسين نحاول ننسق موعد نتقابل فيه على كوب قهوة واتفقنا إنه نتقابل الساعة 6 وحبيت بدال ما أروح أنا هناك وأنتظر وأنا ما أعرف بالضبط متى بتجي فسألتك السؤال هذا قلت لك How likely will you come between 5:59 and 6:01 PM؟ يعني دقيقة قبل أو بعد الموعد قد إيش أنت راح تقدر تجي في هذا الوقت بالضبط؟ وقلت لي 10%. قلت لك طيب بدال دقيقة قبل أو دقيقة بعد الموعد
كبرت النافذة الزمنية في الوقت اللي أنت ممكن تقدر تيجي فيه، وقلت لك how likely will you come between 5:45 and 6:15 PM، يعني ربع ساعة قبل أو ربع ساعة بعد الموعد. قلت لي أنه أنا متأكد أني أقدر أجي في هالنافذة الزمنية 85%. طيب لو أعطيتك نافذة زمنية أكبر من الساعة 3 العصر للساعة 9 المساء، وقلت لك قد إيش أنت متأكد أنك تقدر تجي في أي وقت ما بين الساعة 3 للساعة 9، وقلت لي 99% متأكد أني راح أقدر أجي في أي وقت ما بين الساعة 3 العصر للساعة 9 المساء، بالرغم أن الشخص هذا 99% متأكد أنه راح يجي، لكن بالنسبة لي this time window is too wide for this information to be valuable. أنا ما راح أروح أنتظره من الساعة 5، يمكن يدخل علي الساعة 8:30 أو 9:15، معلومة ما هي مفيدة مرة. طبعا لو سألته قد إيش أنت متأكد أنك راح تجي في أي وقت في المستقبل، بيقول لي 100%. هو راح يكون متأكد 100% أنه بيجي في ساعة من الساعات خلال الأسبوع الجاي، معلومة ما هي مفيدة. فإحنا نحاول أنه يكون time window or the interval to be narrow، مثل ربع ساعة قبل أو ربع ساعة بعد الموعد، and the confidence level to be high as close as 100%، أنه الشخص هذا راح يجي في هذا الانترفل. الشيء الثاني يعتمد على عقلية الباحث وأهمية أنه يتجرد من آراءه وتحيزاته في البحث عن الحقيقة، مثل القاضي لما يحكم على متهم ويتعامل معاه على أنه بريء حتى تثبت إدانته بالأدلة. أي قرار للقاضي ما يخلو من 4 احتمالات بنحطها في هالجدول. الاحتمالين الصحيحة أنه قرار القاضي يطابق الحقيقة، فأما يكون المتهم بريء في الحقيقة والقاضي يحكم ببراءته، أو أن المتهم مجرم والقاضي حكم بإدانته. المشكلة تصير لما قرار القاضي يكون عكس الواقع، فيقع في خطأ عقاب البريء أو إطلاق سراح المجرم. هنا ممكن ندخل في جدال فلسفي عن أي الخطأين يسبب ضرر أكبر، لكن أقدر أقول أن الخطأ الأول في عقاب البريء أكبر من الخطأ الثاني، وهذا هو الظلم، بالرغم أن إطلاق سراح المتهم خطأ وفيه عدم تحقيق للعدالة. حتى القضاء يحاولون تقليل فرصة الوقوع في الخطأ هذا، ويحتاجون أدلة مؤكدة وقاطعة قبل ما يحكمون بإدانة أي مجرم. ونفس الشيء إحنا كساينتست، when we approach research questions we always assume في بداية أي بحث عند طرح السؤال البحثي أنه the null hypothesis is true and there is no difference. الالترنتيف هايبوثيسز إذا فشلنا في إثبات النل هايبوثيسز إنه there is a difference أو إنه المتهم مدان. وهذا الجدول الشهير حق الهايبوثيسز تيستينج، لو تكتبون هايبوثيسز تيستينج في جوجل هذا الجدول اللي يطلع لكم. هنا نقدر نشوف كل الاحتمالات اللي ممكن يقع فيها الباحث. في أعلى الجدول هو الواقع، والواقع فيه خيارين، إما أنه النل هايبوثيسز صحيحة واللي تعني أنه ما في فرق، أو أن الدواء الجديد مثلا ما يعالج، أو أن النل هايبوثيسز تكون خاطئة وأن العلاقة المتوقعة فعلا موجودة، مثلا أن الدواء الجديد له قدرة علاجية. على يسار الجدول نشوف الاستنتاجات اللي ممكن يصل فيها الباحث من العينة اللي يدرسها، فهو إما أن يصل الاستنتاج أنه فعلا ما في علاقة أو أن الدواء ما يعالج، then we conclude that the null hypothesis we started with is true، أو أن نجد فيه علاقة أو نكتشف أن الدواء له قدرة علاجية، so we reject the null hypothesis and we move to the alternative hypothesis. في كل الاستنتاجين اللي يصلها الباحث في احتمالين نصيب الحقيقة واللي هي الخيارين الخضراء هذه، وفيه احتمالين نقع في فخ الخطأ. الخطأ الأول واللي نسميه بكل بساطة type 1 error، هو أنه نستنتج أنه في علاقة بالرغم أن العلاقة غير موجودة، ونرمز لها برمز ألفا which is the first letter of the Greek alphabet عشان ما تنسونها، وإحنا ما إحنا مرة innovative لما نجي لموضوع الأسماء. حتى الخطأ الثاني نسميه type 2 error ونرمز لها برمز بيتا which is the second letter of the Greek alphabet. type 2 error يصير لما نستنتج أنه ما في علاقة
أو نقول عن دواء ما يشتغل بالرغم أن الدواء يشتغل وفيه علاقة بالحقيقة. وزي وضع القاضي في المثال اللي شرحناه، إحنا كساينتست نخاف من الوقوع في الخطأ الأول أكثر من الوقوع في الخطأ الثاني، لذلك قررنا نصغر احتمالية الوقوع في Type 1 Error إلى 5%، يعني Our Rejection of Null Hypothesis فيها احتمالية 5% فقط كحد أعلى على أنها تكون خطأ. أكثر من 5% فرصة للخطأ ما راح نقدر نرفض النل هايبوثيسز. ومن هنا جات قيمة البي فاليو 0.05، وعكس قيمة ألفا راح تصير الكونفيدنس ليفل حقتنا، واللي تساوي 1 ناقص ألفا ونحصل 95% كونفيدنس ليفل. وفي بعض الدراسات ينزلون قيمة ألفا إلى 1% وتصير قيمة الكونفيدنس ليفل 99%. الجهة الثانية نشوف فرصة الوقوع في الخطأ الثاني، هنا بعض الدراسات يستعملون قيمة بيتا تكون 20% أو أحياناً 10%، وعكسها بتصير الباور أوف ذا ستدي واللي تساوي قيمة 1 ناقص بيتا، فتصير أما 80% أو 90%. إذا كل هالكلام صعب فهمه ويلخبط لأنه أول مرة تسمعون فيه، تذكروا هالمثال البسيط. تايب 1 ايرور إنك تقول لرجل بأنه حامل، والخطأ الثاني كأنك تقول لوحدة حامل بأنها مو حامل. الخطأ الأول سذاجة وجهل أكبر من الخطأ الثاني، عشان كذا إحنا نحاول نتجنب دائما الوقوع في الخطأ الأول. ولهالسبب المجتمع العلمي مثلا يفضل إنه نفشل في اكتشاف علاج أو لقاح لكورونا، أهم شيء ما نكتشف وندعي إنه دواء معين يعالج وهو في الحقيقة ما يعالج. ما زلنا في الديتور حقنا نشرح المفاهيم المتعلقة بالconfidence interval قبل ما نرجع لها، ونتذكر من المحاضرة الأولى إنه two standard deviations around the mean، وفي الحالة هذه لأننا نتكلم على standard normal distribution المين حقنا يساوي صفر، contains 95.4% of the population. معناتها لو نبي ناخذ 95% بالضبط راح ندخل شيء بسيط ونقرب للصفر، فتصير قيمة الزي عند 1.96 موجب وسالب، فراح نحصل في الوسط قيمة 95% من العينة داخل المجال هذا، وراح يبقى 2.5 في كل طرف من أطراف الديستريبيوشن. وعشان تصدقوني لما نروح لجدول الزي عند قيمة 1.96 راح نحصل أن البروبابيليتي عند هالقيمة بالضبط أو أكبر تساوي 0.025، وبالجهة الثانية عند minus 1.96 راح تساوي 2.5%، ومجموع الطرفين راح يساوي 5%. نرجع لموضوع الكونفيدنس انترفال، وفي المحاضرة هذه راح نفترض أنه إحنا نعرف الستاندرد ديفيشن حق البوبيليشن عشان نسهلها عليكم. هذه هي معادلة الكونفيدنس انترفال، شكلها يخوف بس راح نفككها شوي شوي ونعرف كل تفاصيل المعادلة هذه. Again انتم مطلوبين منكم انكم تحفظونها، بس لازم تعرفون كيف تستعملونها لو انعطت لكم المعادلة. المعادلة بكل بساطة الافرج اللي احنا قسناه او البوينت استيميت، مرة راح نجمعها ومرة راح نطرحها من القيمة هذه. القيمة هذه عبارة عن، خلونا نبدأ بالشيء السهل، ستاندرد ايرور. الستاندرد ايرور احنا فهمناها من المحاضرة الماضية انه هي ستاندرد ديفيشن حق البوبيليشن اللي هو نون في الحالة هذه، تقسيم جذر الـ N أو عدد الأفراد في كل عينة. بعدين قيمة الـ Standard Error راح نضربها في قيمة Z عند ألفا تقسيم 2، يعني الألفا حقتنا في حالة 95% تساوي 5% أو 0.05، تقسيم 2 راح تساوي 0.025، فالقيمة حقتها تساوي عند 1.96. بعد ما نفكك العناصر هذه نكتشف فعلا ان الستاندرد ايرور يساوي ستاندرد ديفيشن حق البوبيليشن تقسيم جذر ال N افراد العينه في السامبل، وقيمه الزي عند الفا تقسيم 2 راح تصير 1.96. فنجمع ونطرح قيمه البوينت استيميت اللي حسبناها من الجزء هذا كله من المعادله. المره الاولى لما نطرح فيها راح تعطينا قيمه اللور فاليو اوف ذا كونفيدنس انترفال، المرة الثانية لما نجمعها من الأفرج راح تعطينا القيمة العليا للconfidence interval.
وهنا شرح بالتفصيل لكل عنصر من عناصر الكونفيدنس انترفال. هذه قيمة اللور فاليو لما نطرح، هذه قيمة الأبر فاليو لما نجمع. الإكس بار راح تكون السامبل مين or our best guess for the population mean which is the point estimate. 1.96 هي قيمة الزي فاليو for alpha 0.05 لحساب قيمة 95% confidence interval. Standard deviation حق population standard deviation جذر ال n هو square root of the sample size. X bar هو ال point estimate. 95% confidence interval is the interval estimate which is الشيء اللي احنا مهتمين فيه في المحاضرة هذه. راح نمشي على example عشان نشرح كيف استعمال المعادلة هذه وحساب قيمة 95% confidence interval. الاكزامبل حقنا هو نفس الاكزامبل اللي بدأنا فيه المحاضرة اليوم، انه اخذنا 16 طالب وطالبة to estimate the height of the dental students. We estimated the mean to be 166 centimeter. السؤال هو what is the 95% confidence interval لهذه point estimate. عندنا كل المعطيات، الـ average 166 centimeter، standard deviation معطى as 10 centimeters، الـ sample size أخذناه 16، الـ z value for 95% confidence level اتفقنا إنه هو 1.96. نعوض كل القيم هذه في المعادلة راح تصير بالشكل هذا، 10 تقسيم جذر 16 راح تصير 10 تقسيم 4، راح تطلع لنا 2.5. 2.5 نضربها في 1.96 راح تصير 4.9. نطرحها مرة ل 4.9 من 166 ومرة راح نجمعها، هنا راح تعطينا اللور فاليو، هنا راح تعطينا الأبر فاليو، وهذه هي القيم 161.6 سنتيمترز إلى 170.9 سنتيمترز. السؤال هو ماذا تعني هذه القيمة؟ وهذا بالنسبة لي الشيء المهم اللي لازم تعرفونه. What does 95% confidence interval هذه mean؟ معناتها بكل بساطة إنه we are 95% confident that the interval we estimated اللي هي هذه contains the true population mean. فإحنا لما أخذنا العينة حسبنا point estimate من العينة إنه 166 سنتيمتر، وحسبنا interval estimate اللي هي هذه، وقلنا إنه إحنا 95% متأكدين إنه الانترفال هذه contains the true population mean which is in reality true population mean في حالتنا في المثال هذا هو 165، وفعلا هي contained في الانترفال that we estimated. يمكن أحد فيكم يقول هل فعلا الانترفال هذه contain the true population mean؟ هل إحنا 100% متأكدين؟ We don't know. إحنا 95% متأكدين إنه true population mean is contained in our estimated confidence interval. إيش معناتها بشكل ثاني؟ This means there is 95% chance of being correct in repeated samples لما نأخذ عدد كبير من samples of 16 students. أو بشكل آخر، how many of 100 different samples to cover the true mean؟ يعني لو أخذنا 100 samples معناتها إحنا نتوقع إنه 5 samples من المية هذولي will not cover the true mean. The true mean هنا في حالتنا 165 centimeters. 5 samples out of 100 بتكون ال confidence interval will not contain the true population mean. هنا 1, 2, 3, 4, 5. طيب لو واحد فينا حاول إنه يكون more confident to capture the true mean، بالنسبة له 95% ما هو كفاية، يبغى يكون 99% متأكد. Out of 100 samples يبغى sample واحدة يكون فيها مجال للخطأ، غير كذا ما يقبل إنه يكون فيه مجال للخطأ، عنده احتمال خطأ واحد فقط. لما نرجع للstandard normal distribution احنا اتفقنا إنه 3 standard deviations around the mean في الستاندرد نورمال ديستريبيوشن المين حقنا يساوي صفر، it contains 99.7% of the whole population. معناتها لو نبغى ناخذ بس 99% راح نقرب شوية من الصفر زي ما سوينا قبل شوي، راح يكون بالضبط 2.58 plus minus around the mean. It will contain 99% of the whole population وبيبقى على الأطراف 0.5% على اليمين وعلى اليسار، مجموعهم يساوي 1%.
طيب لو واحد يبغى يكون less confident، هو راضي انه 90% يكون صح، 10% عنده تحمل خطأ عالي جدا، واحنا اتفقنا انه plus 1 minus 1 it will contain only 68.2% of the population. معناتها انه لو نبغى نكون 90% فنحتاج نكون ابعد شوي من واحد، فراح نكون بالضبط عند قيمة 1.65 plus and minus، وراح يكون في التيلز 5% each، مجموعهم يساوي 10% يكمل 90% اللي احنا نحاول to capture in the middle. طيب ايش هي الفاكتورز that determine the confidence interval width؟ تذكروا ان نحاول يكون الconfidence interval حقنا عالي as close as 100% as possible، وفي نفس الوقت الinterval around the mean we need it to be narrow. ما هي معلومة مفيدة لما يجي أحد يقول لي أنه أنا 95% متأكد أنه the true population mean ما بين 5 سنتيمتر إلى 300 سنتيمتر، ما هي معلومة مرة مفيدة. معلومة الأكثر فائدة بالنسبة لي أنه لما واحد يقول لي around the mean that we estimated هي أكبر 2 سنتيمتر أو أصغر 2 سنتيمتر، هذه معلومة مفيدة لنا أكثر. فإيش هي الفاكتورز that determine the width of the confidence interval؟ النقطة الأولى standard deviation. As the standard deviation increases in the population, the width of the interval will increase. يعني لو حاولنا to estimate the interval للpopulation هذا، نتوقع أنه يكون the width of the confidence interval أكبر من the confidence interval هذا. الفاكتور الثاني هو sample size. As the sample size increases, the width of the interval will decrease. وهو الفاكتور الوحيد اللي له علاقة عكسية مع الـ width of the confidence interval. فإحنا لما ناخذ two different samples من the same population، نتوقع إنه السامبل هذا راح يكون الـ width حقها أقل من الـ width هذا. الفاكتور الثالث is the confidence level. As we try to increase our confidence, the width of the interval will increase. وزي ما مشينا على الإكزامبلز، عند 90% راح تكون قيمة هذه 1.65، مقابل أنه لو حاولنا to increase our confidence إلى 95% القيمة هذه راح تكبر وتكبر لنا الانترفل كلها، لأن راح نجمع ونطرح القيمة هذه من الأفرج اللي حسبناه. ولو قلنا الconfidence level حقنا راح نبغاه يكون 99%، فالقيمة هذه راح تكون أكبر لما نجمعها ونطرحها من الأفرج. راح نمشي على example ثاني، هو نفس الإكزامبل الأول لكن غيرنا بعض المعطيات. في الإكزامبل الأول أخذنا 16، في الإكزامبل هذا راح ناخذ 25 students. الأفرج اللي طلع لنا 167 سنتيمتر، وإحنا مهتمين نحسب 99% confidence interval ما هو 95%. نطلع المعطيات، هذه هي معطياتنا: الأفرج 167، الستاندرد ديفيشن نفسه حق البوبوليشن، السامبل سايز 25 بدل 16، والزي فاليو اوف 99% كونفيدنس ليفل يساوي 2.85 بدل 1.96. نستعمل المعطيات هذه ونحطها في المعادلة حقتنا، راح تصير بالشكل هذا: 10 تقسيم جذر 25 يساوي 2، 2 ضرب 2.85 يساوي 5.7. لاحظوا ان الرقم هذا اكبر من الرقم اللي حسبناه المره الماضيه، بالرغم انه احنا زايدين العدد السامبل سايز. في المثال هذا احنا كنا نبغى نحسب 99% كونفيدنس انترفل، ال 99% كونفيدنس انترفل راح تزيد الويث اوف ذا انترفل، وهذا فعلا اللي يصير. فالانترفل حقتنا راح تصير من 161.3 سنتيمتر إلى 172.7 سنتيمتر. إيش معنات الانترفل هذه اللي حسبناها؟ معناتها وهذا اللي يهمني إنكم تعرفونه، الانتربيتيشن. انتربيتيشن تقول we are 99% confident that the interval we estimated contains the true population mean. فيصير البوينت استيميت اللي حسبناها من السامبل is 167 سنتيمتر، وهذه الانترفل اللي إحنا نتوقع إنه it contains the population mean. إن شاء الله اتضحت لكم فكرة الconfidence interval وإنها a more valuable tool to give us more information than just the point estimate or the sample mean. وإن شاء الله إنكم لما تقرون أي paper الحين تقدرون تعرفون the 95% confidence interval إيش تعني وإيش علاقتها بالmean حق السامبل.
الجزء الثالث والأخير من المحاضرة راح نتكلم فيها عن الباور والسامبل سايز كالكوليشنز. زي ما عرفنا الحين بعد ما تكلمنا على الهايبوثيسيس تيستينج إنه إحنا ما ودنا يكون عندنا نسبة خطأ أكثر من 5%, which is هي ألفا. But it is still possible to get a test statistics in the rejection region of the 2.5 يمين ويسار الديستريبيوشن أو الإكستريم تيلز. أول مفهوم راح نتكلم عليه في الجزء هذا من المحاضرة اللي هو الباور. إيش هو الباور؟ لو شفنا الجدول هذا, هذه هي الباور. الباور is the probability of our conclusion to reject the null hypothesis when the null hypothesis is not true. يعني وصلنا للconclusion الصحيح. And we want our power to be as high as possible. Typically في الليترتشر أكثر شيء يستعملونه ما بين 80 أو 90%. Power, it protect us, the investigators, from negative studies when important differences are present. يعني لو الدواء فعلا يشتغل ما تبغى يكون استنتاجك أن الدواء هذا غير فعال وهو في الحقيقة فعال. وهذه هي المعادلة لحساب قيمة الباور for one sample versus a population mean. هذه هي المعادلة, شكلها يخوف كالعادة, لكن بنشرح كل عناصر المعادلة هذه وناخذ عليها example. أول عنصر عندنا هو the positive value of the difference, sample mean ناقص population mean. بعدين ناخذ القيمة positive value منها, يعني لو كانت القيمة هذه أصغر من القيمة هذه راح يطلع نتيجة negative, ناخذ القيمة positive منها. يعني لو كان سالب 5 ناخذ 5. العنصر الثاني اللي هو population standard deviation. القيمة الثالثة sample size square root حقها. والقيمة الأخيرة قيمة الزي عند ألفا يساوي 5%, فقيمة الزي راح تساوي 1.96. خلونا ناخذ example هذا راح نمشي فيه على كل باقي المحاضرة, إنه نبغى نسوي دراسة نقيس فيها هل أطوال طلب الطب الأسنان يختلفون عن أطوال مدينة الرياض. في المثال هذا ما عندنا funding ولا الوقت يسمح لنا إلا نقيس أطوال 100 طالب وطالبة. وإحنا نعرف إنه أطوال سكان الرياض, لنفترض في المثال هذا إنه الأفرج حق الرياض 160 سنتيمتر وهذا الستاندرد ديفيشن حق الرياض 8 سنتيمتر. وإحنا ودنا نقيس الباور على significance level أو ألفا يساوي 0.05. السؤال اللي حاول نجاوبه هنا, how much power do we have to detect 3 سنتيمتر difference in height ما بين طلب الطب الأسنان وسكان الرياض, اللي هو هذا الفرق اللي احنا نحاول نقيسه في الاكزامبل هذا. كم بيكون عندنا باور عشان نقيس الفرق هذا ل 100 طالب وطالبة فقط؟ First we need to state our null and alternative hypotheses. النل هو انه يساوي population. الالترناتيف hypothesis حقتنا انه طلبة وطالبات طب الأسنان الهايت حقهم لا يساوي population height اللي هو سكان الرياض 160 سنتيمتر. المعطيات الثانية significance level حقتنا عند 0.05 راح تساوي قيمة Z عند 1.96. السامبل سايز حقنا 100 لأنه ما نقدر ناخذ إلا 100 في الإكزامبل هذا. والستاندرد ديفيشن للpopulation 8 سنتيمتر. نحط كل العوامل هذه في المعادلة حقتنا راح يصير بالشكل هذا. إحنا we want to detect 3 سنتيمتر difference عن الجنرال بوبوليشن اللي هو في الحالة هذه الرياض. ف 163 ناقص 160 يساوي 3 تقسيم 8 تقسيم جذر المية. جذر المية 10, فبيصير 8 تقسيم 10 وهذه 3 تقسيم القيمة هذه راح يساوي لنا 1.79. هذه قيمة الزي لبيتا. نروح لجدول الزي راح يطلع لنا عند 1.79. هنا 1.7 9 في آخر الجدول راح يساوي لنا 0.037. هذه قيمة الـ probability of beta. هذه beta. الباور يساوي 1 ناقص beta, فراح يكون عندنا power 0.963. يعني نقدر نقول إنه our study of having only 100 students is powered enough to detect a difference of 3 centimeters. ويعتبر قيمة باور جيدة. أي شيء فوق 80% نعتبره قيمة جيدة. الشيء الثاني اللي نحاول نتعلم نقيسه
برضو هو sample size for one sample test versus the population mean. المعادلة هذه هي نفس المعطيات اللي موجودة في المعادلة اللي قبل، بس غيرنا أماكن المعطيات علشان نحصل قيمة N. راح نتعرف على كل العناصر اللي موجودة في المعادلة وناخذ عليها example. أول جزء اللي هو difference sample mean ناقص population mean، زي ما سوينا المرة الماضية. ما يحتاج هنا ناخذ قيمة الموجبة لأنه في كل الأحوال راح نربعها، فراح تختفي القيمة السالبة، فهنا ما تفرق. الشيء الثاني اللي هو قيمة زي عند ألفا. في الغالب احنا نستعمل ألفا تساوي 0.05، فقيمة الزي عند القيمة هذه تساوي 1.96. الرقم هذا هو رقم ماجيكال دائما نستعمله 1.96، لأنه أغلب الدراسات اللي نسويها يكون 95%، اللي هي قيمة الconfidence level اللي دائما نستعملها. العنصر الثالث اللي هو قيمة زي عند بيتا. إذا احنا نهتم أنه يكون الباور حقنا 80%، فبيتا بتصير 0.2 اللي هو 20%. هذه هي القيمة اللي راح نستعملها. إذا إحنا يهمنا أنه نحصل باور 90%، فقيمة بيتا تصير 10%، وهذه القيمة اللي راح نستعملها في المعادلة. والعنصر الأخير اللي هو standard deviation of the population. الإكزامبل راح نستعمل نفس الإكزامبل اللي استعملناه قبل شوي، لكن في الحالة هذه نبغى نقيس السامبل سايز. فزي قبل شوي متوسط الأطوال في الرياض 160 سنتيمتر، وهذا standard deviation، وإحنا مهتمين with 90% power to detect a difference when dental students mean height is 162 centimeters. ألفا هنا قررنا أنها تكون 0.05 كالعادة، والسؤال هو أنه how large n should be. في البداية we should state our null and alternative hypotheses. زي المرة الماضية النل حقتنا 160، الalternative أنه dental students are not equal to the population mean اللي هو 160. السيجنيفيكنس ليفل عند 0.05 يساوي قيمة الزي هذه تساوي 1.96. الباور قررنا انه يكون 90%، فقيمة الزي عند بيتا 0.1 يساوي 1.28. الستاندرد ديفيشن حق البوبيليشن قلنا 8 سنتيمتر، وهذا البوبيليشن افريج وهذا السامبل افريج. نستعملها كلها في المعادلة هذه راح يطلع لنا بالشكل هذا. هذه قيمة زي عند ألفا 0.05، هذه قيمة زي of بيتا 0.1، standard deviation of population تقسيم الفرق ما بين السامبل مين من البوبيليشن مين، هذه تساوي 2. نجمع نضرب نقسم بعدين نربعهم كلهم يطلع لنا القيمة. نحتاج بالضبط 167 شخص فاصلة 9، طبعا لأنه ما في فاصلة 9 شخص، فإحنا نقربها لأقرب رقم فيصير نحتاج 168 شخص to detect a difference of 2 centimeters. الجزء الثالث والأخير، لنفترض أنه أنت already عندك الداتا موجودة وبالسامبل سايز اللي موجود عندك أنت حاب تعرف how much difference will you be able to detect. هذه هي المعادلة basically نفس المعطيات لكن تغيرت الأماكن. إحنا المرة هذه نحاول نحصل على detectable difference from المعطيات اللي موجودة حقتنا from a sample size معين given a desired power and alpha. فالقيمة الأولى إذا كانت الألفا 0.05 راح نستعمل 1.96، وعلى حسب الباور اللي إحنا نبغاه إذا كانت بيتا عند 0.2 أو power 80% فهذه القيمة اللي راح نستعملها، إذا كانت بيتا 0.1 أو power 90% فهذه القيمة اللي راح نستعملها. والجزء الثاني من المعادلة هو الستاندرد ايرور بيسكلي population standard deviation تقسيم جذر الان، فراح نضرب القيمتين هذه في الستاندرد ايرور عشان نحصل الديتكتبل ديفرنس فروم اور سامبل. نفس المثال اللي استعملناه قبل شوي، لكن المره هذه وي اوريدي هاف ذا داتا اوف 100 دنتال ستودنتس، واحنا نعرف انه الرياض افريج ان ذس اكزامبل از 160 سنتيمتر وذ ستاندرد ديفيشن اوف 8 سنتيمتر. السيجنيفيكنس ليفل اللي نبغاه هنا 95، اذا الفا ويل بي سيت ات 0.05. الباور حقنا هنا اللي هو 1 ناقص بيتا بيساوي 0.8، معناته انه بيتا كانت 0.2، راح القيمه حقتها راح تساوي 0.84. السؤال اللي هنا how much difference will you be able to detect given a significance level will power with sample size اللي عندك. First we need to state our hypotheses. النال هايبوثيسيس حقتنا هنا انه there is no difference، ما في فرق
ما بين أطوال طلبة طب الأسنان وسكان الرياض. الالترناتيف هايبوثيسس بتصير إنه لا، في فعلا فرق ما بين أطوال طلبة طب الأسنان وسكان الرياض. السيجنيفيكنس ليفل حقتنا 95%، معناتها إنه الألفا حقتنا 0.05، القيمة الزي عند 0.05 تساوي 1.96. الباور حقتنا 80%، معناتها القيمة زي اللي راح نستعملها عند بيتا 0.2 هذه هي القيمة. ستاندرد ديفيشن 8 سنتيمتر، وهذه قيمة البوبوليشن هايت. نستعمل كل المعطيات هذه في المعادلة راح يصير لنا بالشكل هذا. قيمة الزي عند ألفا 0.05 تساوي 1.96، قيمة الزي عند بيتا 0.2 تساوي هذه مضروبة في الستاندرد ايرور. ستاندرد ديفيشن تقسيم عدد السامبل سايز راح تساوي 2.24. ايش معناته 2.24؟ معناته انه with this sample size of 100 dental students you will be able to detect 2.24 centimeters او اكثر، سواء كانت اكبر من population mean او اصغر من population mean. اعرف انه المحاضرة هذه كانت ادسم من العادة، فعشان كذا تركت فيها بعض النقاط المهمة اللي بالنسبة لي يهمني انكم تعرفونها. النقطة الأولى انه هذه هي الشكل العام لمعادلة الكونفيدنس انترفال. المين بلس مرة ماينس مرة القيمة هذه، قيمة الزي فاليو فور ذا كونفيدنس ليفل اللي انت تختارها مضروبة في الستاندرد ايرور. ويهمني برضو تعرفون الانتربريتيشن حقة الكونفيدنس انترفال، انه وي ار 95 او 99 او 90% confident that the interval that we calculated contains the true population mean. النقطة الثالثة اللي يهمني برضو انكم تعرفونها that we want our confidence level to be high while the interval to be tight around the estimated mean. النقطة الأخيرة if we increase our confidence level the interval widen. يعني من 90% ل 95 the interval will be wider. من 95 إلى 99% confidence the interval will be even wider. الجزء الأخير أنه في ثلاث طرق رئيسية for hypothesis testing. الطريقة الأولى هي الـ critical value، basically الـ z value اللي نحسبها. الطريقة الثانية اللي هي الـ p value اللي نطلعها بعد ما نحسب قيمة الـ critical or z value. الطريقة الثالثة والأخيرة واللي تعلمناها في المحاضرة اللي هي الـ confidence interval، وإحنا الإبيديميولوجيست and biostatisticians نفضل دائماً to report confidence interval. والconclusion اللي راح توصل له باستعمال أي طريقة من الطرق الثلاثة هي نفسها. وبكذا يكون غطينا ثلاثة أسئلة اللي بدأتها معكم. إذا عندكم أي استفسارات وحابين تتواصلون معي، هذا إيميل الجامعي أخيراً ضبط، ممكن ترسلوا لي استفساراتكم عليه، أو إذا حابين نرتب موعد للساعات المكتبية. يعطيكم العافية ونشوفكم على خير.